عند تأسيس أي مشروع هنالك الفكرة، ما أهمية الفكرة في المشروع؟ وكيف يمكننا أن نعرف أن هذه الفكرة تصلح أو أنها صالحة؟ The idea is the most important element in any business. The more you do have الفكرة هي أحد أهم المكونات في أي مشروع، وكلما كانت الفكرة فريدة من نوعها أكثر، كلما كانت فرص نجاح المشروع أكبر. فعلى سبيل المثال، إذا كان لديك فكرة مشروع رائجة ومنتشرة بين كثير من الناس، فسيكون لديك الكثير من المنافسين، وبالتالي ستقعين في مشكلة وجود منافسين يأخذون حصتك من السوق. مثلا عندما يكون لديك مقهى وهي فكرة رائجة جدا بين العديد من المشاريع، ستجدين العديد من الأشخاص الذين استثمروا في نفس الفكرة. إذن فهي ليست فكرة فريدة، وهي فكرة تداولها العديد من الناس في السوق، وستقعين في مشكلة وجود العديد من الأشخاص الذين يشاركونك فكرتك وينافسونك، وبالتالي لا يمكنك السيطرة على السوق. وعندما تريدين ذلك، فإنك بحاجة لشيء غير موجود عند منافسيك أو غير موجود في السوق، شيء يحتاجه البلد الذي ستطبقين مشروعك فيه ويحتاجه الناس ويمكنك بيعه. Something that the country where you are executing your idea needs, something that people need, something that you can sell in.